اكتئاب لسه بتاكل من امبارح يا بابا؟ سيبني في حالي، انا مكتئب جدا دلوقتي. مكتئب ايه يا ده؟ انت خلصت لحمه العيد كلها وتقول لي مكتئب؟ بابا حتى اللحمه مستكترها فيا. مستكترها فيك. وبعدين يالك في الصداع ده يا احنا ناقصين فقر في البيت. يا بابا يعني واحد مكتئب هيسمع ايه؟ حسن شاكوش هو مصطفى كامل. بلا مصطفى كامل بلا سعد الزغلول مفيش فايده، هقوم اكسره فوق دماغك. يالا يالا انشف كده يالا، قول نشفت يالا. وبعدين انت ايه اللي لابسه ده؟ لابس لي سويتشيرت اسود في اسود وحاطط لي الزعبوط على وشك وتقول لي مكتئب؟ ده انت هاكر كده يالا. بابا حتى السواد مستكتروا فيا. طب ما تشلوني بحبل النجفه دي بقى ونخلص. بعدين الريحه الوحشه دي يالا، انت ليك اسبوع ما استحمتش، ايه الاكتئاب اللي ريحته وحشه ده؟ حتى ريحتي مستكترها فيا. بقول لك ايه، انت تحط لي السم في النسكافيه ونخلص بقى. سادة يا انت فكرتني بالنسكافيه، قوم بقى اعمل لنا 2 نسكافيه. لا يا بابا انا قصدي انت تقوم تعمل لنا 2 نسكافيه من ايديك الحلوه دي، بس بلاك بلاك يا بابا بليز بليز. الله يرحم ابوك كان بيشرب النسكافيه بالشاليمو. علياء زحمتني يا بابا. ما لازم تزحلقك وتركبك المرجيحة. حد عيط يلا العياط ده. يا بابا يلا ده مخلف خيرية احمد يلا. ايه 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 يا بابا وانا كنت بحبها. شيل يلا انت بتنفف في الكم بتاعي. حتى كمك مستكتروا عليا. نفف في كم مين بس؟ هو ايه المشكلة لما تركبك المرجيحة وتزحلقك؟ نهاية الكون يعني؟ يا ابني ده ابوك لا مؤاخذة يعني اكتر واحد اتزحلق في الدنيا دي. بجد يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ هقول لك نصيحة يا ابني، لما الواحد بيمشي في طريق غلط دايما ربنا تأكد يعني ان ربنا بيبعت له علامات عشان ترجعه من الطريق ده. بنرجع منها؟ للأسف ما بنرجعش. ليه كده؟ فكرتني بأيام زمان يا لهادي. أول واحدة حبيتها كانت بنت خالتي. كانت شبه خالتي الخالق الناطق. تخيل بقى كنت اتجوزتها، كنت عليها خالتي قاعدة معايا. لا يا بابا لا، ودي اللي حصل معاها دي يا بابا؟ زحلقتني. هقعد انا من غير ما احب يعني؟ حبيت بنت عمي. تخيل بقى لو كنت اتجوزتها. أكيد يا بابا كنت هتشوف نفسك قاعد جنب مرات عمك. كنت ألاقي نفسي قاعد جنب عمي ما شبه أبوها. لا 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 دي أفظع دي أفظع دي. ويا ريت سابتني برضه وزحلقتني. سابع واحدة بقى يالا. ثانية واحدة يا بابا، سابع واحدة إيه؟ انت في 4 عديتهم كده يا ابني. من 4 دول كان طبق العيله يعني، مش عايز اصدعك معايا يا هادي. كمل يا بابا كمل. سابع واحده دي بقى يا ابني كانت بنت حلوه قوي 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 قوي. قابلتها بقى في محل حواوشي حلو، وظبطتها برغيف حواوشي. دي لو كنت اتجوزتها كنت هتلاقي نفسك قاعد جنب مين؟ رغيف الحواوشي. 143 143 يا هادي. 143 واحده زحلقتك؟ 143 واحدة زحلقوني وقالوا لي شوف لك معزة رعاها إلا آخر واحدة. يا بابا ده أنت جبل. وإيه اللي حصل مع آخر واحدة دي؟ حبتني واتجوزتني معرفش ليه. وآخر واحدة دي إيه اللي حصل لها؟ ما اللي حصل ما احنا شايفينه دلوقتي يا ابني. واحد مكتئب بياكل في لحمة العيد. كانت تقول لي يا حبيبي خد معاك كيس الزبالة وأنت نازل، وهات العيش من الفرن وهويه عشان ما يعجنش. كانت تمسك تليفوني كل يوم تبص على المسجات وتبص على المكالمات وتشوف الصور كلها، ولو شافت اي حاجه كده ولا كده انا مع السلم. لا يا بابا لا يا بابا معلش. خلاص يا بابا ما تعيطش. ايه اللي حصل؟ انت سنك كام سنه يا ابني؟ 24 سنه. 25 سنه يا هادي. اروح البيت اقول لها مالك، تقول لي مفيش، واقعد الليل كله احل فوازير ويا ريت في جوائز في الاخر. معلش يا بابا ما تعملش في نفسك كده بس. وبعدين تخيل يا هادي تصحى 3 الفجر كوابيس، فين فردة الشراب اللي ضايع؟ الاكل اتحرق. هادي ابني راح فين؟ قلت مش مشكله، ما هي قلب الام برضه وابنها والبيت. لكن توصل ان هي تقول لي قوم عاكسني يا ساتر، قوم عاكسني في السن ده. ما تعملش في نفسك كده بس يا بابا. يا بابا كمي يا بابا كمي.
حتى الكم مستكتر عليا يا بابا. بقى يا بابا كفايه عيب عليك يا هادي. خلاص يا بابا، ما انا ممكن اعكسها واقول كلام حلو، بس اروح من ربنا فين؟ انا ابني عايش في تلهو السماء، تقول على البنطلون بنطلون، تقول على الماتش ماتش، وتقول انا بسمع الماتش مش بشوفه يا هادي، مش بشوفه. خلاص يا بابا، خلاص بقى كفايه كفايه يا بابا. ابوس ايدك كفايه. يا بابا، ده انا احمد ربنا بقى ان علياء دي زحلقتني. خلاص بقى ما تعيطش يا بابا، ما تعيطش كفايه بقى. انت كده مرضي يا ابني، ده الجواز ده طلع صعب جدا. طب قوم بقى يلا اعمل لنا 2 نسكافيه، يا بتاع عليا يا مش زحلق.